ترسم بالفوتوشوب ولا ترسم بالاستريتور؟ ارسم بالبرنامج اللي انت عاوزه، اي برنامج مريحك او اي برنامج انت بتعرف تتحكم او بترسم فيه كويس او بتعرف تستخدم ادواته كويس جدا هو اللي هترسم بيه، لان انت بالبرنامجين ممكن تطلع نفس النتيجه عادي جدا، مفيش اي مشكله. طيب سريعا، ليه بقى في جدال على الموضوع ده، او ليه الناس مثلا بتقول عايز اتعلم الفوتوشوب او اتعلم الاستريتور؟ بس في حاجتين هم اللي ممكن يخلوك تبدا تستخدم الفوتوشوب في الرسم. اول حاجه فيهم ان لو انت عايز تعمل تسيح الوان او تعمل دمج في الاشكال اكتر، او تسيح الوان او تعمل شادوز وهايلايت بطريقه رياليستيك او واقعيه زي ما انت شايف قدامك بالظبط كده، فالفوتوشوب بيعمل كده. الاستريتور هتكون فيه ارخم بقى، بتعملها بجريدينت وحاجات اصعب بكتير، ومش بتظبط قوي زي الفوتوشوب، ومش اسهل من الفوتوشوب، لا بالعكس الفوتوشوب هو اسهل في الحته دي. تاني سبب هو التعامل مع الرسومات اللي خارجه من الفوتوشوب عشان تحرك، سواء على برنامج الافتر افكتس او برنامج المو، اسهل بكتير. هي اصلا زي ما بتبقى على برنامج الفوتوشوب متقسمه لايرز، بتروح على الافتر افكتس او المو بنفس اللايرز، مش محتاج تعمل خطوات كتيره زي الخطوات اللي بتعملها مثلا لما تيجي تجيب رسمه من الستريتور.